وحكومة علي بابا وعلي بابا والنصابة وحكومة علي بابا وعلي بابا والنصابة وحكومة علي بابا وعلي بابا والكذابة وحكومة علي بابا وعلي بابا والكذابة باسم التنشيط النقابي المكون من النقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الحرة للتعليم الاتحاد العام للشغالين المغرب والفيدرالية النقابة الوطنية للتعليم في إطار العضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. اذا كنحييكم على الوحده نتاع الصف ديالكم وكنحييكم على كونكم انضمتوا هذه الوقفه الاحتجاجيه امام المديريه الاقليميه بالرباط. الديمقراطي والبديل الحقيقي والبديل الحقيقي تعليم شعبي ديمقراطي تعليم شعبي ديمقراطي.